أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين اتخذوا دينهم لهواً
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون لمن يصلي على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سمي شهر شعبان شهر الشفاعة، لأن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد من أمتي يذكرني ويصلي علي إلا غفر الله له ذنوبه. وقال صلى الله عليه وآله: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. بكل إجلال وإكبار نرفع التهنئة إلى الرسول الأعظم وإلى أمير المؤمنين وإلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وإلى الإمام أبي محمد الحسن المجتبى والأئمة الأطهار
ولا سيما بقية الله في أرضه، مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وإلى مراجع الدين العظام وأتباع أهل البيت عامة، وإلى الزوار الكرام خاصة بمناسبة مولد السبط الثاني للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وذلك في الثالث من شعبان عام 4 للهجرة. عن إبراهيم بن شعيب قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الحسين بن علي عليهما السلام لما ولد أمر الله عز وجل جبرائيل أن يهبط إلى الأرض في 1000 من الملائكة فيهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فهبط الأمين جبرائيل فمر بجزيرة فيها ملك يقال له فطرس، كان من الحملة، بعثه الله في شيء فأبطأ عليه فكسر جناحه وألقاه في تلك الجزيرة، فعبد الله تبارك وتعالى فيها 700 عام حتى ولد الحسين عليه السلام. فقال فطرس لجبرائيل: إلى أين؟ قال: إن الله عز وجل أنعم على محمد صلى الله عليه وآله بمولود فبعثت لأهنئه. فقال: يا جبرائيل احملني معك لعل محمدا صلى الله عليه وآله يدعو لي. فحمله، فلما دخل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله هنأه من الله عز وجل ومنه، وأخبره بحال فطرس، فقال النبي صلى الله عليه وآله: قل له تمسح بهذا المولود وعد إلى مكانك. فتمسح فطرس بمهد الحسين عليه السلام، فرد الله عليه في الحال جناحه، ثم ارتفع وهو يقول: من مثلي وأنا عتيق الحسين. فسمي عتيق الحسين. وهكذا ظهرت منه المناقب والكرامات والمعاجز عند ولادته، وقد أعطى الله سبحانه للحسين عليه السلام أشياء لم يعطها لأحد، لا لنبي ولا لوصي. أعطي الشفاء في تربته، والأئمة من ذريته، واستجابة الدعاء تحت قبته. ونقرأ في الدعاء المأثور يوم ولادته المروي عن الإمام العسكري عليه السلام أن الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس 53 من شعبان، فصمه وادع بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، إلى آخر الدعاء، حيث يقول: وعاذ فطرس بمهده ونحن عائذون بقبره. نعم، ها نحن عائذون بقبره، قد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة مولد سيد شباب أهل الجنة، في هذه البقعة الطاهرة عند مرقده
وتحت قبته عائذون بقبره لائذون بجواره، نلثم ضريحه ونقبل عتبته ونقدمه شفيعا إلى الله تعالى في قضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين الحاضرين والسامعين والملتمسين. ونسأل الله تعالى أهم حوائجنا وهي تعجيل الفرج عن مولانا صاحب الزمان، إلهنا بوجهك الجليل وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبأخيه باب الحوائج أبي الفضل العباس قمر العشيرة وبأخته أم المصائب زينب الكبرى العقيلة. يا الله عجل وقرب ظهور وليك الحجة المهدي صاحب الزمان. يا الله واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم فإنها مقضية إن شاء الله ببركة صاحب هذه الليلة ومولودها وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله.
صحابته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي